مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه يعني انا قلبي بيوجعني شويه في الفقره دي، لاننا هنتكلم على مرض خبيث. الحقيقه انه وصفنا له بالخبص دي مش جايه من فراغ. ليه؟ لانه فعلا هو خبيث جدا، بيبقى موجود من سنين ومره واحده بيظهر وبينتشر وبيهاجم الجسم. وفي ظاهرة الحقيقة ملفتة جدا جدا للنظر، وهي فكرة اننا دلوقتي بقى عندنا معدلات اصابة بالسرطان كبيرة جدا في مصر، وبقت مصر من اولى الدول في العالم اللي فيها نسبة عالية جدا من الاصابة بالسرطان. طب يا ترى ده ليه؟ هل احنا عندنا مشكلة في اكلنا؟ هل احنا عندنا مشكلة في بعض العادات اللي ممكن تخلينا نصاب بسرعة جدا او نكون عرضة اكثر للاصابة بالسرطان؟ ما هو الجديد في علاج السرطان الشبح اللي بيداهم الكثير من العائلات؟ خلينا ناخد تفاصيل أكتر من الأستاذ الدكتور علي زيدان، أستاذ جراحة الأورام جامعة القاهرة وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. منورني. أهلا بك. في البداية يعني نقطة فعلا بتثير فضول كتير من الناس، بنسمع عن وجود الأطعمة المسرطنة، المبيدات المسرطنة وغيره، ده يخلينا نفكر انه احنا عشان كده عندنا عرضة اكثر لإصابة بالسرطان، لانه زمان اهالينا ما كانش عندهم المشكلة دي. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي في الوقت ده تحديدا؟ يمكن انا كنت حاضر مؤتمر لسه يوم الحد اللي فات، وكنا بنتكلم عن زيادة معدل حدوث السرطان. ففي مصر ما زالت الدولة المصرية من المعدلات المتوسطة، يعني مصر مقارنة بدول العالم الأول أمريكا وإنجلترا، الدول دي فيها معدل حدوث السرطان أكتر من مصر أكتر. ولكن أنا بتفق مع حضرتك إن دلوقتي في زيادة كبيرة جدا عن 20-30 سنة. يمكن إحنا من خلال الدراسات أعزينا ده رقم واحد، زيادة معدل العمر. بنقول إن سنة يعني من 30 سنة كان معدل العمر بيكون حوالي 54 سنة بالنسبة للإناث و52 سنة بالنسبة للذكور. دلوقتي متوسط الأعمار بيوصل ل 80 سنة، فأنت بتتكلمي في 30 سنة زيادة. ومن المعروف إن السرطان غالبا بيصيب الناس في السن المتقدم جدا، يبقى رقم واحد زيادة معدل الأعمار. وعشان كده متوقع إن بعد 15 سنة عدد مرضى السرطان يزيد الثلاث أضعاف، وده مهم جدا ان احنا ناخده في الاعتبار. النقطة الثانية برضو حضرتك، التطور الحديث في الأجهزة اللي بيتم تشخيص والكشف عن السرطان. في جزء كبير جدا زمان كان بيموت وهو كان بيبقى مصاب بالسرطان وما كانش بيبقى عارف السبب ايه. يمكن حتى في بعض الدراسات عملت تحليل لبعض يعني الأجسام الميتة، فوجدوا انهم هم مصابين بالسرطان. النقطة الثالثة زي حضرتك ما قلتي، بعض يعني الفساد اللي كان في الدولة المصرية في عصر من العصور، وكان في دور يعني كبير جدا للأسمدة المسرطنة، لأن الأسمدة المسرطنة أولا يعني بتبقى موجودة في النباتات، وبالتالي احنا بناكل الثمار بتاعت النباتات، الحيوانات بتاكل النباتات ديت، احنا بناكل اللحوم. الأسمدة دي برضو بمرور الوقت بتتبخر فبتبقى موجودة في الهواء، فإحنا بنستنشقها، لما بتسقط برضو بتسقط في المية فإحنا بنشربها، فكانت بتوصل لنا بكذا طريقة. النقطة الأخيرة برضو عملية الاكتشاف المبكر، يعني الدولة عملت مجهود كبير. دلوقتي في المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، وفي معهد جنوب مصر الأورام جامعة أسيوط، وفي 7 معاهد تابعة لوزارة الصحة، فبيت الأماكن دي قريبة جدا من المرضى. يمكن هذه العوامل المجتمعة هي اللي تفسر لحضرتك ليه في زيادة في معدل الإصابة بالسرطان. النقطة اللي حضرتك أثرتها مشكورا وخليتها الأخيرة، هي فعلا الأخيرة ولكن هي الأولى في اهتمام الناس. مفروض إن الناس تهتم جدا بعملية الكشف المبكر، وتحديدا كمان السيدات، وفكرة إنهم يكون عندهم فكرة الكشف الدوري. أبسط شيء إنها كل فترة حتى الليدي أو البنوتة الصغيرة من فوق سن 18 أو 20 سنة تعمل الإشعة اللي هي الماموجرام، اللي هي خاصة بكشف أورام الثدي تحديدا. حضرتك تنصح، أنا عايزة أبتدي بالنقطة دي، مش عايزة أخليها كنصيحة في آخر الحلقة لأنها فعلا مهمة يا دكتور، تنصح مين إنه لازم فعلا يتابع بشكل دوري ومستمر، وكل قد إيه، وإيه الأعراض اللي ممكن تكون منذرة بالخطر؟ يعني ده سؤال مهم جدا، لان الاكتشاف المبكر للاورام هو حجر الزاويه للامانه. لان اولا السرطان مرض زي اي مرض، زي السكر، زي الضغط، زي تليف الكبد. بالعكس انا بعتبره يمكن افضل نسبيا من هذه الامراض، مش زي ما الناس بتترعب منه، لان احنا ممكن نصل لنسبه شفاء يعني قد تصل الى 100% لو تم الاكتشاف المبكر.
الاكتشاف المبكر برضو حتى بيحدد نوع العلاج. يعني انا لو في سيده عندها ورم في الثدي وجت بالاكتشاف المبكر يعني اقل من سنتي او 2 سنتي او 3 سنتي، انا ممكن استأصل الورم بس واحافظ على الثدي. ممكن لو انسان، واحنا هنا في مصر الدوله الاولى من حيث معدل الاصابه بسرطان المثانه البوليه، لو جاء المريض في مرحله مبكره ممكن ان انا بس اشيل الورم بالمنظار واحافظ على المثانه، او لو جاء في مرحله تاليه انا ممكن اشيل المثانه واعمل استبدال بمثانه صناعيه جديده، وبالتالي المريض يقدر يتبول طبيعي جدا. فاللي عايزين نقوله الاكتشاف المبكر للاورام بيساعد في نسبه الشفاء. والنقطة الثانية، حتى لو كان متأخر نسبيا، لأن احنا للأسف الشديد اللي بنعاني منه هنا في مصر المرضى بيجولنا في مراحل متأخرة جدا بالزبط. يعني لو مريض عنده سرطان في الحنجرة الأحبال الصوتية، لو جاء في البداية أنا ممكن بس بالمنظار أو الليزر أو حتى متقدم أكتر بالجراحة أن أنا استأصل جزء، لكن للأسف الشديد المرضى بيجولنا في مراحل متأخرة جدا. أنا بتفق مع حضرتك، وحتى أنا يمكن كاتب في الكتاب بتاعي في 2 من النصايح اللي هما من 10 نصايح لتفادي السرطان، ان المفروض يمكن احنا دايما لما بنكتب كتب او بنعمل اتجاه بنبص للاتجاه العالمي، بنقول المفروض ان كل سيده تروح كل 3 سنوات تعمل ما يسمى المسحه المهبليه علشان سرطان عنق الرحم بيتشخص بيها. النقطه اللي حضرتك اثرتيها، لان سرطان الثدي من اعلى معدلات السرطان صحيح. وفي بعض الدراسات بتقول ان سيده من كل 12 سيده، وفي بعض الدراسات الاكثر كمان بتقول ان سيده من كل 8 سيدات معرضه للاصابه بسرطان الثدي. فانا بقول لهم ببساطه جدا نعمل اشعه السونار مع اشعه الماموجراف، ودي بتتعمل حضرتك مجانا في مراكز الكشف المبكر. اخيرا بالنسبه لسؤال حضرتك، مين هو اللي يقلق؟ يعني احنا مش عاوزين الناس تقلق، لان برضو مازال معدل حدوث السرطان بالنسبه لي يعني عامة الشعب برضو بسيط، واحنا نتمنى جميعا الشفاء. لكن انا بتكلم عن حد عنده نقص شديد في الوزن، والنقص ده مش مفسر بحاجة معينة. عندي حد مثلا بيكح لفترة طويلة، اسبوع اسبوعين، واخد علاجه ومفيش تحسن، حتى بيجيب اي دم من بقه، سواء دم من الانف، نزيف من الانف، او دم مع الكحة، او دم مع البول، او دم مع البراز. حد عنده تغير في العادات بتاعته، يعني هو معروف مثلا انه بيعمل حمام تبول او حمام تبرز كل معدل معين، وحسينا ان في لخبطه في هذا المعدل. فالعوامل دي هي اللي بتخلينا ان احنا نفكر اكتر. يعني انا للاسف الشديد حضرتك المريض بيجي، هو راح اشتكى وراح عند دكتور معين، الدكتور ده كتب ليه علاج، هو ما تحسنش، بيروح عند دكتور تاني، الدكتور التاني بدل ما يفكر انه ببساطة جدا يعمل له اشعة عادية على الصدر واشعة تلفزيونية على البطن والحوض، بيكتب له علاج جديد. فبالتالي المريض بياخد في المرحلة دي حضرتك حوالي 6 شهور، على ما يجي لينا احنا كناس متخصصين بيكون للأسف الشديد في مرحلة متأخر. وهي مشكلة كمان الحقيقة دكتور بتقلق كتير من الناس، مشكلة مش عايزة أقول سوء التشخيص، ومش عايزة أعمم ده لأن مصر مليانة بالأطباء المحترمين وعلى قدر عالي جدا من العلم والاطلاع، ولكن زي ما حضرتك قلت إن المريض بيروح لكذا طبيب، فالطبيب مش بياخد الإجراء السليم للتشخيص، فإحنا بنوصل لمرحلة متأخرة. فهو مفروض إن نرجع تاني للنقطة الأساسية، هي مشكلة الوعي والثقافة. لو أنا بعمل تشيك أب على طول، لو أنا بأمن على نفسي، فمش هحط نفسي في الريسك ده أو في الخطر ده، وابتدي إن أنا أخد الخطوات السليمة نحو العلاج أو حتى الوقاية إن شاء الله. نقطة مهمة جدا برضو بتقلق كتير من الناس يا دكتور، لو في العيلة ظهر حالة إصابة، فتيجي الفكرة أن ممكن يكون في احتمال لانتشار المرض في العيلة من ناحية الوراثية، فصح ده إيه؟ وهل عشان فرد أو فردين في العيلة من ناحية الأم أو أقارب الأب ده ممكن يدي احتمال لظهور أو إصابة الأبناء بالسرطان؟ يعني أنا عايز أقوله، لأن معظم اللي بيشوفونا في القناة من الفلاحين، وأنا بديهم كل تحية وبعتبر ان الفلاح ده يعني العنصر الاساسي للشعب المصري، فانا بحييهم جدا وبقول لهم ان لو في حد مصاب في الاسرة السرطان ما قدرناش نقول ان في سبب معين هو السبب الاساسي للسرطان. لكن فيما يخص مثلا الفلاحين، انا عندي البلهارسيا مصر الدولة الوحيدة اللي فيها البلهارسيا، عشان كده انا قلت لحضرتك ان معدل الاصابة وكل الفلاحين بتوعنا بينزلوا الترع والمصارف، فبالتالي بيبقى معدل الاصابة بالبلهارسيا عالي جدا.
معدل الإصابة بسرطان المثانة بيكون عالي. النقطة اللي حضرتك أسرتيها عملية الوراثة، أنا عايز أطمن يعني كل حد، لو في سيدة مصابة بسرطان الثدي ده لا يعني إن الأولاد بتوعها يصابوا بسرطان الثدي، ولكن دول بيكونوا العوامل الأكثر خطورة، بمعنى إن إحنا لازم نخليهم تحت المتابعة القريبة قوي. بدل ما بقول إن الأشعة مثلا بتاعة المام جرام تتعامل من سن 35 أو 40 سنة وتتعامل مرة كل 3 سنوات، لا، يفضل في دول الأكثر خطورة إنها تعمل من سن 25 أو 30 وتتعامل كل سنة. بمعنى ان انا لو عندي فرد في العائله مصاب ده معناه ان انا ممكن اكون اكثر عرضه، وبرضه بتبقى فيها عوامل قربت قد ايه من الشخص ده. في بعض الاورام السرطانيه اللي هي بتكون من الوراثه وبتاخد عائله بالكامل، زي مثلا اورام القولون، سرطان القولون ده ممكن ياخد اجيال متعاقبه وممكن ياخد كذا فرد. فهو فيما يخص الوراثه، هل ان انا عندي كام فرد مصاب ودرجة القرابة بتاعتي قد ايه؟ هل ان هو قريب ليا من الدرجة الاولى او من الدرجة التانية او الدرجة التالتة؟ النقطة اللي بعد كده السرطان جاله وهو في سن قد ايه؟ النقطة الاخيرة هل جاله كذا نوع؟ لان حضرتك ساعات الوراثة بيجي بعض انواع السرطانات زي مثلا الثدي مع الرحم مع القولون، دول بيجوا مع بعض. فالخلاصة يمكن بعض الدول المتقدمة، كلنا بنتابع الممثلة العالمية انجيليا جولي طبعا. هي عملت نوع من الاستئصال الثديين كنوع من الوقاية، لأنهم هم عندهم هناك عملية ما يسمى دراسة الجينات. يعني هي الأورام الوراثية بيبقى لها علاقة ببعض الجينات، زي حاجة اسمها براكا 1 وبراكا 2، دول بيبقوا خاصين بسرطان الثدي والمبيض. فهي عرفت ان في طفرة في الجينات ديت، فهي هيجيلها ورم في السرطاني بنسبة 100%، فهي لجأت للعملية دي. يمكن احنا هنا في مصر رغم اننا بتفق مع حضرتك ان كأشخاص احنا متقدمين جدا، وده اثبته لما كنا بنحضر في المحافل الدولية بتلاقي دايما الشخصيات المصرية لها مكان متقدم، لكن لسه شوية يمكن احنا عشان دولة المصادر بتاعتها قليلة. نتمنى في يوم ان احنا نقدر نعمل دراسة للجينات، لان ده هيقول لمين في الأسرة بالظبط هي اللي ممكن تصاب ومين اللي هي سليمة. حضرتك كلمت على انه عندنا توقع، في بعض الناس برضو بتخاف جدا من السرطان اللي بيجي في المخ او في اسفل الدماغ، وفي بعض حتى المذيعات المشهورين كان عندها مشكله بسبب الموضوع ده واكتشفتها بمنتهى البساطه في انها تحط بس ايديها على راسها، فاكتشفت ان في ورم بسيط. فقد ايه ان الانسان لما هو يكون قوي الملاحظه ده ممكن يساعدنا جدا في اكتشاف المرض. انا هعرف الاجابه من حضرتك، ولكن دكتور كنا قبل الفاصل بنتكلم على انه برضو الانسان لازم يكون قوي الملاحظه، ويمكن انا مركزه جدا على النقطه دي، ان هو يبقى ادرى بجسمه، يفضل يكشف على المناطق اللي ممكن تظهر فيها ظاهره غريبه، وده قد ايه هيساعد في الاكتشاف المبكر. هستاذن حضرتك نعرف الاجابه بعد ما ناخد اتصال من ام يوسف من دمياط. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك. اي دكتور، انا لو سمحت كان جوزي عنده حاجه اسمها التهاب بروتيني في القولون، المهم شال 75% من القولون، وبعدين الكلام ده من 7 شهور، ومن يوميها يا دكتور تعبانه على طول على طول، وبيجي له مخصه، وعملنا منظار وعملنا اشعه باريوم وعملنا كل حاجه، واخر حاجه عملناها المنظار طلع ان في التهاب في المستقيم، بس كل الاعراض اللي عنده دلوقتي هي نفس الاعراض اللي كانت عنده قبل ما نعمل العمليه ويشيل جزء كبير من القولون. طب هو الجزء اللي اتشال ده اتحلل حضرتك؟ اتحلل وطلع ان هو التهاب بروتيني نشط جدا. طيب يا فندم، حاضر، هقول لحضرتك. حاضر، تمام، شكرا جزيلا ليكي والف لا باس عليه، والدكتور هيجاوب على سؤالك. واسمع الاجابه من التلفزيون، اتفضل يا دكتور. واحنا بنقول في بعض الحاجات بتبقى مقدمه للورم السرطاني، الورم السرطاني ممكن يجي مباشره او ممكن يسبقه بعض الاشياء. هي اللي بتتكلم ام يوسف عن في بعض الالتهابات اللي بتحصل في القولون، زي ما بتتكلم حاجه اسمها كرونز ديزيزز والسرتيف كولايتس، دي التهابات، يعني هي في الاساس التهاب. طبعا حصل منها بعض انفجار بسيط في القولون، عمل بعض خلاريج بسيطة وعمل تقيحات، فعملت التهاب بروتوني، فدخل الدكتور وعمل استئصال لمعظم القولون، وهو الحمد لله حلله، ولكن ده ما وصلش للمرحلة السرطانية. طبعا الألم بيبقى موجود، أنا بنصحها تروح لدكتور جهاز هضمي وليه علاج معين بيقلل الالتهاب،
واهم شيء ان هي تتابع يعمل منظار كل سنه علشان يطمئن ان ما تحولش ليه اورام. وممكن يعمل حاجه اسمها دلالات اورام علشان نكتشف، لان دلالات الاورام دي ماده بتفرز بالورم وبتساعد في اكتشاف الورم قبل ما المريض يشتكي وقبل ما يبان على مستوى الاشعه. تمام. سؤالي لحضرتك كان قبل الاتصال هي فكرة اننا دقة الملاحظة، وهل وجود اي ورم، خلينا نطمن الناس، هل وجود اي ورم يعني انه لا قدر الله ممكن يكون سرطان؟ لا، يعني انا زي ما بقول لحضرتك طبعا اي كلكعة في الجسم احنا بنسميها ورم، لكن لازم نفرق بين الاورام الحميدة والاورام الخبيثة. الاورام الحميدة طبعا بتكون اكثر انتشارا زي الاكياس الدهنية والاكياس العرقية وغيرها، ودي ما بتنتشرش وما بتروحش مكان تاني وما فيش منها خطورة وبتتشال والعين ما بيحتاجش اي علاج تاني. لكن انا بتفق مع حضرتك، وهندي برضو مثال بسرطان الثدي اللي هو الاكثر انتشارا. احنا بنقول المفروض في ما يسمى الفحص الذاتي للثدي. الست بتقف قدام المراية 5 يوم الدورة، بتشوف الثديين، بتشوف شكلهم ايه، بتشوف حجمهم ايه، بتشوف شكل الحلم ازاي، بتشوف هل في اي كلكيعة موجودة زيادة في مكان عن المكان التاني. بعد كده السيدة بتنام على السرير وبيفضل انها تكون في مخدة موجودة تحت كتفها، وبتبتدي بإيدها اليمين تحس الثدي الشمال والعكس، تاخده جزء جزء. فمجرد كل انسان بيبقى عارف ما يسمى خريطة الجسم بتاعه. يعني اي انسان سين من الناس بيبقى عارف رقبته ازاي، بطنه ازاي، صدره ازاي. فيجب على كل انسان ان هو يبدا بفحص نفسه يعني كل شهر على الاقل، وبيروح للدكتور الاستشاري مره كل 3 شهور، وخصوصا لو كان من الاكثر خطوره. لكن في نفس الوقت الحاجات اللي انا قلنا عليها اللي هي يعني نقص الوزن، دم من اي مكان في الجسم، اعراض معينه ما اتحسنتش رغم ان احنا اخذنا العلاج، وخصوصا لو في بعض العوامل اللي بتكون خطوره، يعني حد بيدخن، حد بياخد كحوليات، السمنه، دي العوامل الخطوره، حد مصاب في العيله، حد الاكل بتاعه بيكون على كميه كبيره جدا من الدهون، حد من مناطق بيكون فيها معدل الاورام اكتر، هم دول الناس اللي هم بيكونوا اكثر خطوره، فدول الاهتمام عندهم يكون اكتر. تمام. فكرة اننا يبقى عندنا هاجس وقلق شوية، ده بيخلينا برضو نتخيل ان اي جراحة او اي استئصال لاي عضو من الجسم لازم اننا نحلله، ودي ثقافة برضو لازم نفكر فيها، انه في بعض الناس بيقلب معهم الموضوع بفزع، انه حتى الضرس لما بيخلعوه بيقولوا لا احنا هنحلله. ده صحيح يا دكتور ولا لا؟ لا، ده لازم. يعني الانسان مفيش يعني ربنا عز وجل كرم الانسان وما فيش افضل من جسم الانسان. فبالعقل اي جزء يتم استئصاله، لان انا هنا يعني بوجه الرساله من يعني التمزيتي من شباب الاطباء، اي جزء تستئصله لابد ان هو يحلل. وساعات برضو بلاقي الدكتور ادى المريض العينه علشان تتحلل، والمريض هو اللي لا، لان عايز اقول لحضرتك على شيء زي ما كنا بنتكلم في الفصل، ان في بعض الاورام الحميده، مش كل الاورام الحميده بتتحول لاورام خبيثه، ولكن بتبقى في ما يسمى العلامات المنذره. يعني انا لو خدت عينه مثلا من الثدي الورم حميد، الورم الحميد ده في منه انواع كتير جدا، لكن في نوع ممكن اللي يديني فكره ان ده ممكن يبقى خبيث في يوم من الايام. النقطه الثانيه حضرتك برضو، الورم لما بيبدا ما بيبداش بالشكل الكبير بتاعه اللي بنشوفه، لكن لا، ساعات بيبدا بما يسمى الكارسينوما ان سايتو، يعني لسه الورم داخل الانسجه، فده ما يبانش الا بالتحليل الميكروسكوبي، لان التحليل الميكروسكوبي بيبان الخلية الواحدة، لا يمكن العين المجردة توصل لدرجة كفاءة الميكروسكوب. صحيح. وجود التهابات في الخلايا اللبنية ممكن يقدر يخلينا يعني نشك انه ممكن يقلب بكانسر لا قدر الله ولا لا؟ احنا دلوقتي بنقسم يعني امراض الثدي لحاجتين، الكانسر بريست، الورم السرطاني للثدي، واي حاجه تاني، سواء حضرتك كان التهاب في الغدد اللبنيه، سواء كانت تليفات، اورام حميده، مشكله في الدهون، خراج، التهاب مزمن، التهاب حاد، كل دي حاجات حميده. بالنسبه للغدد اللبنيه، فيما يسمى التهاب الغدد اللبنيه، وده بنشوفه كتير جدا، وبيجي الست، لا احنا بنقول مشاكل الثدي بتبقى 3 حاجات، يا اما الست تحس كلكيعه في الثدي، يا اما الام في الثدي، يا اما افرازات من الحلمه. الافرازات من الحلمه اللي احنا بنقلق منها نوعين، يا اما الافرازات تكون دمويه، او الافرازات تكون بلون الميه. لكن الافرازات اللي اي لون تاني الكريمي، وساعات بتبقى الكميه بتاعتها، هل هي من ناحيه واحده ومن ناحيتين، طب الرائحه بتاعتها نفاذه ولا مقبوله، هل هي بتنزل من نفسها ولا الست لما بتضغط. فطبعا لو هي بتنزل من الناحيتين والريحه بتاعتها مقبوله، ده بيكون التهاب في الغدد اللبنيه، بنديها علاج مره واثنين، 60-70% من الحالات دي بيتحسن بالعلاج. النسبه اللي ما بتتحسنش بالعلاج، كمان يا دكتور بدل ما حضرتك معانا صور على الشاشه، دي صوره بتبين ورم في المبيض. انا هنا عامل شايفه حضرتك قد ايه المبيض اليمين هنا وهو في ورم كبير جدا، مقارنه
بالمبيض الشمال اللي هو حجمه قليل. انا هنا عامل استئصال جذري للمبايض الاثنين والرحم وعنق الرحم والجزء العلوي من المهبل. وبرضه عايز اقول رساله لكل اطباء النساء والولاده، يا ريت استئصال الرحم، ان انا استئصل الرحم بالكامل وما سيبش عنق الرحم، لان لو سبت عنق الرحم واصيب بسرطان ده بيصعب الموقف عليا جدا وعلى المريض. طيب ودي صورة أخرى. برضو الورم بالرحم بالمبيض، شوفي حضرتك حجم الورم قد ايه. يعني احنا كنا بنتكلم مع حضرتك عن الاكتشاف المبكر، لو حد عمل اشعه تلفزيونيه على البطن والحوض، اولا يعني هي بتتم مجانا في المستشفيات الحكوميه، وحتى لو خاص مش هتكلف شيء، وخمس دقائق معقوله حد يستنى لما يوصل حجم الورم حضرتك للدرجه دي؟ يعني ده حضرتك ورم فوق 40 في 40 سنتي. يعني اتمنى ان الشعب المصري وخصوصا الفلاحين يعني ببساطه جدا روحوا الوحده الصحيه والطبيب بتاع الوحده الصحيه، اطلب اشعه تلفزيونيه على البطن والحوض، اطلب اشعه دي على الصدر، اطلب صوره دم وظائف كبد وظائف كلى، حاجات بسيطه جدا. طب وجود الاكياس الدهنيه دكتور في ورم المبيض ممكن يقلب برضو بسرطان؟ لا حضرتك، لو هي الاكياس التكيسات بتاعه المبيض دي بتكون عادات اقل من 5 سم مثلا، ما تقلقش، برافو عليك. لو هي اكتر من 5 سم او في سن كبير نقلق. دي صوره الورم برضو بيبقى موجود في المريء، وده غالبا بيجي بصعوبه في البلع او نقص في الوزن او فقدان للشهيه، دي من ضمن العلامات اللي احنا ناخد بالنا منها. طب عايزين نفرق، اي صعوبه بقى ممكن تخلينا نقلق ان في سرطان؟ لا عايز اقول لحضرتك على شيء، ما اي حد عنده التهاب في الحلق بيبقى عنده صعوبه، لكن لو لقيت ان في صعوبه شديده جدا وتوصل لدرجه الميه مش مثلا قادر يبلع ولا الميه، انت فاهماني، وبعدين بيبقى مصعوبه حضرتك بنقص شديد في الوزن وحضرتك الام شديده جدا. تمام. هل وجود خدت ادويه وما تحسنتش؟ يعني انا مش هقول ان كل حد عنده صعوبه في البلع، لكن خد ادويه اسبوع اسبوعين على اقصى تقدير، لكن انت مش قادر تبلع وتقعد تاخد مثلا ادويه لمده 6 شهور، شيء يكون صعب شويه. احنا صور الاستئصال خلتني شوفي صوره للكبد، شوفي منظر الكبد قد ايه. يعني احنا ده الكبد اللي نتيجه سرطان في المراره، وده للاسف الشديد كنا زمان بنعتبره من الحاجات اللي ما يقوس منها، لكن دلوقتي احنا بيجيب نتائج كبيره جدا. شوفي حضرتك لون الكبد بقى اسود ازاي نتيجه الانسداد المراري، يعني السرطان بتاع المراره ضغط على القنوات المراريه. برضو السؤال اللي حضرتك بدات بيه الاكتشاف المبكر، شوفي لون الكبد ازاي. انت واخده بال حضرتك هنا طبعا سرطان المراره، انا بعمل استئصال لنص يعني فصين من الكبد مع المراره مع الغدد الليمفاويه، وبنجيب نسبه شفاء تكاد تكون عالميه في هذا الورم. بما اننا بنتكلم النهارده جديد في علاج السرطان، هل العلاج اول حاجه الطبيب بيفكر فيها؟ طبعا عارفه ان كل حاله على حسب ظروفها، ولكن الاستئصال. شوفي لون الكبد حضرتك، شوفي لون الكبد دوت، يعني شوف المشاهدين، يعني لو ممكن المخرج يجيب لنا صوره الكبد اللي عدى ده الكبد السليم. لو نقدر نقارن بينه وبين الكبد اللي يعني شوفي حضرتك اللون ازاي بالزبط. يعني شوفي اللون ده اسود ازاي، انت واخده رغم ان الكبد الثاني برده في تليف، يعني مش هقول لحضرتك سليم بنسبه 100%، لكن شوفي في فرق شديد جدا للامانه. يعني عشان كده بنقول الاكتشاف المبكر، والمزارعين والفلاحين والناس اللي في القرى والنجوع ببساطه جدا يعني اعمل اشعه تلفزيونيه هتبين الدنيا كلها للامان. الاستئصال يا دكتور، يعني لما بتشوف حاله زي الكبد اللي احنا شفناه، الكبد غامق جدا وواصل لنهايه المراحل، بتفكر اول حاجه انك تستأصل، ولا بيبقى في امل ان حتى يبقى في تدخل بالعلاج الكيماوي او الدوائي بشكل عام؟ ده سؤال مهم جدا. هو طبعا علاج السرطان في العموم بيبقى جراحه الاورام اللي هي تخصصي، وبيبقى العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي، واوقات معينه العلاج الهرموني او الالم. لكن الورم دي شوفي حضرتك، عايزين ندي امل، ده مريض كان مصاب بسرطان الحنجره، تخيل المريض ده مثلا يعني التنفس بتاعه بيبقى طول الوقت من القصبه الهوائيه وما بيتكلمش، يمكن دلوقتي في جهاز بيساعده على الكلام، لكن عايز اقول لحضرتك المريض ده عايش ليه 7-8 سنين والحمد لله دلوقتي بيبلع وصحته كويسه قوي، وهو فلاح وبيروح الحقل بتاعه وبيشتغل. كان عنده سرطان في الحنجره، كان ممكن حد يسمع عن حاجه زي كده يقول ده؟ ما يعني عشان كده عايزين نطمن الناس ان مجرد ان فرد، وعايزين نطمن الناس حضرتك برضو ان السرطان مرض مش معدي، يعني بمعنى ان الراجل ده لو هو عايش مع والدته مع يعني ابنائه مع زوجته لا يمكن السرطان، لا يمكن يعدي انسان لانسان، السرطان ممكن يتنقل لمكان لمكان في نفس الجسم. ده برضو حضرتك سرطان في الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه. أيوة. يعني حضرتك حاجه بتبقى موجوده في الرقبه، يعني انا يعني مش عارف الناس ازاي، انت لو وقفت قدام المرايه ما بتشوفيش الرقبه بتاعتك. يعني ازاي استنى شوفي حضرتك حجم الغده بقى قد ايه، يعني هو احنا برضو عايزين حضرتك بتستأصل الغده نفسها. طبعا ده ورم سرطان، انا هنا بستأصل الغده بالكامل زي ما حضرتك شايفه، الفص الشمال والفص اليمين واللي في النص، وفي نفس الوقت انا بحافظ على عصب الصوت،
يعني كانت يعني والغدد الجلده الرقيقه دي جراحه برضو عاليه جدا لورم في البنكرياس، والبنكرياس من اشد الاورام، ده اللي احنا شايفينه قدامنا الوريد البابي والوريد الاجوف السفلي. يمكن احنا للامانه في جراحه الاورام احنا المكان الوحيد المعهد الاورام اللي بنواشي امريكا او بنبقى معاها يعني هاند ان هاند، يعني هي معهد قوم الاورام في امريكا كان سنه 60 والمعهد قوم الاورام في مصر كان سنه 60، فاحنا نتائج. شوفي حضرتك ده الكبد السليم، لو نقدر نقرب من الصوره شوف الكبد السليم قد ايه، يعني دي صوره كانت الورم موجود فيه القولون لكن الكبد هنا سليم، يعني احنا شفنا كبد سليم، كبد فيه تليف، كبد فيه انسداد مراري. عايزين نقول الجراحه هي العلاج الاساسي للاورام السرطانيه، والجراحه بتحقق نسبه شفاء تصل الى لو في مراحل مبكره 100%، لو مراحل متاخره بنصل ل 60-70%، ودي نسبه بتكون انا بالنسبه لي مقبوله جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت اتمنى يعني لو وصلنا رساله بسيطه من الحلقه دي ان الرعب من الورم السرطاني لا يكون مش موجود. صحيح. طيب اننا نستأصل عضو برضو من جسم الانسان دي حاجه الناس بتخاف منها جدا، ومن غير حتى ما نستأصل كلمه الجراحه بتقلق الناس جدا. حضرتك قولي ازاي بتقدر تعوض الجسم عن طريق استئصال جزء مهم قد يكون زي الكبد او غيره؟ ازاي المريض بيتعايش عادي وبيحس ان هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بالشفاء الكامل؟ ربنا عز وجل رحيم بعباده. لو تخيلنا دي صوره سرطان في الرئه، يعني انا لو دخلت عندي سرطان في الرئه انا ما بستشيرش رئتين عشان المدخنين يا دكتور يعني ارجوك تاكد على النقطه دي. التدخين ده حضرتك كارثه، يعني انا هجاوب على دي واتكلم عن التدخين. انا مثلا عندي سرطان في الرئه، انا بحتاج ان انا استأصل مثلا الرئه الشمال، فربنا عز وجل عامل اثنين رئه، عامل اثنين كلى، عامل اثنين عين، انت واخده بال حضرتك؟ طب ربنا عز وجل هو في كبد واحد، احنا الكبد ممكن نستأصل ربعه او ثلثه او نصه. الكبد عنده حاجه ربنا عز وجل مخليها موجوده فيه ان ممكن يعيد تكوين نفسه، يعني انا احد المرضى كنت اعمل لها استئصال يمكن ثلاث ارباع الكبد بس الكبد ما كانش متليف، بعد ست شهور بعمل لها اشعه بتلاقي الكبد اعاد تجديد نفسه وتخلص من الورم. برضو انا هنا دي المعده مثلا، ده سرطان في المعده، انا ما بعملش استئصال لكل المعده، بعمل استئصال لربع او ثلث المعده الا لو الورم متقدم جدا. فهو ربنا عز وجل احنا ما بنستأصلش يعني بطريقه، لا احنا بنستأصل وفق علمه ومؤتمرات، واخده بال حضرتك؟ والجسم بيتكيف بعد كده. التدخين طبعا التدخين ده آفة ضارة جدا جدا جدا، وهو يعني ده سرطان القولون زي اللي كانت بتتصل ام يوسف، ده الفرق بين الورم في القولون. وللاسف الشديد يعني شوف حضرتك برضو الورم متقدم لدرجه انه واصل للجدار الخارجي للقولون، لو هتلاحظي حتى المريض باين عليه اللي احنا بنسميه جلد على العظم، يعني انت شوفي قد ايه المريض خاسس جدا، يعني شوف ده ما باينش الا العظم بتاع القفص الصدري. احنا بنقرب الصوره كمان المريض، الورم طبعا واصل لمرحله متقدمه جدا جدا. التدخين بيساعد في سرطان الرحم، بيساعد في سرطان المثانه، بيساعد حضرتك في سرطان الرئه والحنجره بنسبه عاليه جدا. اللي يهمنا في التدخين ان احنا ما نبداش التدخين بسن مبكر، ان احنا نقلل من كميه التدخين، يعني احنا بنقول التدخين بيكون ضار لو الانسان بدا سن مبكر جدا، لو الانسان بيشرب كميه كبيره جدا من السجاير، لو يشرب نوعيه رديئه من السجاير. انا عايز اقول لكل المدخنين، كل المرضى دول مجرد ما بيعرفوا انهم بيصابوا بالسرطان بيقلعوا نهائيا عن التدخين، يبقى لو في حزيمه انا هقدر امنع التدخين مباشره. كل المرضى دول مجرد ما يعرف فعلا انه عنده سرطان بيمنع بالكامل. فانا بارجو لو كان حد مثلا سي بيشرب 20 سيجاره يقللها ل 15، يقللها ل 10 تدريجيا، لان فيها ماده النيكوتين برضو. صحيح. شركات السجاير من الخباثه بحيث انها يعني دي اهم حاجه، ما يقدروش يستغنوا ابدا عن التدخين. هو العزيمه هي اللي بتكون مهمه جدا. تمام. والصوره دي يا دكتور، الصورة دي برضو سرطان موجود في المثانة، وده سؤال مهم جدا زي حضرتك كنت بتكلمي. انا هنا ده مريض استأصلت له المثانة بالكامل. المثانة هو العضو اللي الانسان بيتبول منه. زمان كان في احنا كنا شوية مش متقدمين، كان يتم فتح الحوالب على الجلد وكان الانسان يمشي بكياس، او ساعات نحول الحوالب على القولون. دلوقتي انا بعمله عملية زرع مثانة وباخد جزء من الامعاء، ودي مثانة مزروعة جديدة والانسان يقدر يتبول طبيعي جدا 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 وكانه ما عملش اي حاجة. وساعات لو في مرحلة مبكرة كده. شوفي هنا ده ورم في القولون، شوف القولون منتفخ قد ايه حضرتك. صحيح. ده انسان يعني انسان فضل لما جاب انسداد معوي، تخيلي اول ما فتحت البطن شوف القولون طلع ازاي.
يعني انا يعني اتمنى للامانه الشعب المصري ده شعب عنده حضاره كبيره جدا. صحيح. يعني دي الفراعنه اول ناس اكتشفوا التحنيط، يعني شيء انا صراحه يعني انا اسف ان انا بشوف هذا الصور من الشعب المصري. وخصوصا بنقول طب لو كنا بنتكلم عن فقر وغير قادرين، لا احنا موجودين في كل انحاء في الجمهوريه وبالمجان، يعني الخدمه دي موجوده بالمجان. يعني انا حاسه بصوت حضرتك مرارة انك بتعاني من الناس في التاخر في اكتشاف المرض. ده هنا دي بقى بتاع القصبة الهوائية، تخيل القصبة الهوائية كانت حالة متقدمة برضو؟ طبعا ده انا بقى هنا اللي بقطعها دي القصبة الهوائية. تخيل الانسان هيفقد القدرة، هيفقد صوته مرة الحياة، يعني انت واخد بال حضرتك هيفقد صوته مرة الحياة. طب ليه لو انت جيت مبكرا جدا الامور هتبقى وما نقدرش نستعوض بحاجة تانية يعني عايز اقول لك بيجيب جهاز كده بس نبرة الصوت لا خلاص ما بتعرفوش، بيبقى صوت يعني كهربائي واخد بال حضرتك وبيحتاج تأهيل، لكن يعني ده للأمانة بيبقى بيستنى المرحلة متأخرة جدا. فانا عايز اقول برضو ده ورم تاني في المثانه، لان المثانه البوليه هي اعلى معدل، وخصوصا احنا بنتكلم هنا عن الفلاحين. انت الفلاح لقيت نفسك في دم في البول، واخد بال حضرتك، لقيت نفسك بتخش الحمام كتير، تتبول كتير جدا، لقيت في الام موجوده مع التبول، لقيت اشياء زي بتكون اجزاء صغيره من اللحمه كده بتنزل مع البول. تمام. كل العلامات دي تخليك ان انت تلحق نفسك، مش طبيعي. بالظبط كده. كمان يا دكتور انا عايز اتكلم سريعا على كتاب حضرتك، قد ايه انك فعلا يعني من خلال هذا الكتاب، وهو كتاب الجديد في علاج السرطان، اثرت نقط مهمه جدا جدا تخلينا نسال حضرتك على روشته ممكن نقدر بالفعل نوصفها لكل مشاهدينا، وطبعا اهم روشته اللي احنا طول الحلقه بناكد عليها وهي الاكتشاف المبكر للمرض، وان الانسان ابدا ابدا ما يستناش لو لقى اي حاجه لا قدر الله. الروشته انا اقول فيها 10 نصايح سريعه جدا نتفادى بها السرطان: الاقلاع عن التدخين، الاقلاع عن الكحوليات، بالنسبه للسيدات اعملي السونوماموجراف على الثدين، اعملي المسحه المهبليه، بالنسبة للرياضة ياريت كلنا نمارس الرياضة بقدر الإمكان، ياريت حضرتك إن احنا نبعد عن الأكل اللي فيه كمية دهون أو فيه كمية لحمة حمراء، ياريت إن احنا نعتمد على وإحنا في قناة الزراعية على الألياف، الحبوب دي كويسة جدا، الفاكهة والخضروات والأكل الطازة ده مهم جدا، ياريت الحد اللي هو عنده عوامل خطورة تكون المتابعة بتاعته قريبة جدا من الطبيب، مراكز الاكتشاف المبكر للأورام موجودة في كل مكان في الجمهورية. السرطان مرض زي أي مرض، ممكن نوصل لنسبة شفاء زي ما قلت لحضرتك تقارب 100%. أتمنى أن احنا يتم الاكتشاف المبكر، وأتمنى الثقافة الصحية تكون موجودة، وأتمنى الخير لمصر إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور، يعني أنا شخصيا استفدت من حضرتك جدا جدا، وقد إيه قدمت لنا المعلومات بشكل بسيط ومبسط للغاية. الأستاذ الدكتور علي زيدان، أستاذ جراحة الأورام جامعة القاهرة وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني. مشاهدينا، يعني لحظة اكتشاف المرض انا عارفة ان هي بتبقى صعبة جدا وقاسية للغاية، وتحديدا السرطان بنفتكر اننا هناخد علاج كيميائي وبنفقد شعرنا وبنفقد مظهرنا، ولكن في النهاية خلوا عندكم امل في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في اطبائنا، ثم في انفسكم، لان في حاجة مهمة جدا مش هنقدر ننساها، ان الحالة النفسية بتأثر 100% على حالة المريض. أتمنى لكم يا رب كل الصحة وكل العافية والشفاء العاجل لكل مرضانا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل.